طيب ايه اللي بيحصل على الارض دلوقتي في اوكرانيا؟ دلوقتي الجيش الاوكراني بيقول ان القوات الروسيه بتهدف الى اغلاق العاصمه الاوكرانيه كييف مع عمل ممر بري على الساحل الجنوبي باتجاه شبه جزيره القرم ومنطقه في مولادوفا. وكمان الشرطه الاوكرانيه قالت ان القوات الروسيه بتسيطر على جزيره زميني بالقرب من اوديسا. كمان الرئاسة الأوكرانية قالت أن القوات الروسية سيطرت على موقع تشيرنوبل النووي بعد معركة شرسة خاضتها مع القوات الأوكرانية. ووكالة الطاقة الذرية طلعت بيان قالت فيه أنه تم إيقاف تشغيل المحطة وما حصلش أي دمار في الموقع الصناعي، لكنها طلبت بتجنب الإجراءات اللي قد تعرض المنشآت النووية للخطر.